السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر العربي. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حليب مكثف في البيت بطريقة سهلة. يلا بينا نقول المقادير. معانا نص كوباية لبن بودر، ونص كوباية سكر بودر، وربع كوباية زبدة، ومعلقة كبيرة، ومعانا ربع كوباية مية، مش هناخد منها غير شوية صغيرين، وثلاث مكعبات جبنة كيري او جبنة مثلثات المتوفر عندك. يلا بقى نحط الحاجات كلها مع بعض في الخلاط ونضربها. اول حاجة نزلنا باللبن البودر، وبعدين هننزل بالسكر البودر، وهننزل بالزبدة بتاعتنا، وهنحط شوية مية صغيرين. احنا مش هنحتاج ربع كوباية كلها، احنا عايزين سمك الحليب المكثف يبقى تقيل معانا. هنضرب المكونات دي كلها مع بعض، وبعدين ننزل بالجبنه المثلثات او الجبنه الكيري اللي هنحطها اللي هنستخدمها. الجبنه اللي عندك هتنفع، اي جبنه كريمي عندك هتنفع. بصوا ده انا بعد ما ضربت كل المكونات ما عدا الجبنه، هنزل بقى دلوقتي بالجبنه بتاعتي وهضربها تاني، وهتوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا الميه زادت مني سنه، انتي حطي ميه حبه صغيرين عشان احنا عايزين ده قوامها يبقى تقل. انا لما احطها في التلاجه قوامها تقل، يعني انا كنت بعد ما ضربتها حطها في التلاجه واستخدمتها بعد كده في السينابون والرز بلبن كان قوامها تقيل وجميل. انا صورتها لكم في الصور ونزلتها لكم في اول فيديو، في اخر الفيديو هنزل لكم شكلها، كان منظرها تقيل. حطها في برطمان محكم وحطيتها في التلاجه، القوام بتاعها بقى مظبوط زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اسيبكم في رعاية الله.